طيب إذا أنا عندي إيكواسيون دو سيكون ديجري أ إكس أو كاري بلس ب إكس بلس سي إيكال أ زيرو، شو بنعمل؟ لنستعمل الكالكاتريس. أول شيء بتعملوه بتكتبوا مود، بس تحطوا المود بيطلع لك سري بيناتهم في إيكواسيون، صح؟ الإيكواسيون هي رقم 5، يعني بس تعمل مود 5 بفوتك على الإيكواسيون. ماشي معي كلكم؟ بس تفوتوا على الإيكواسيون بيطلع لك. وصلنا على الإيكواسيون أستاذ. أنت بتعرف الأولى بعيد السيستم. الثاني سيستم اتروا انكونو، اذا شو مره انا معكم اتروا انكونو سيستم، بس الثالثه هي اللي بدي انا اشتغلها. هي شكلها ا اكس او كاري بلس بي. واضح؟ فكان بتعملوا مود 5 4. الرابعه هي ايكواسيون دو ديجري 3. نحن هلا معنيين بايكواسيون دو سيكوند ديجري. مجرد ما انت تحط مود 5 3 راح افصل هون بيناتهم عشان ما تفكروا تابع على هذا، راح يطلع عندك شكل إيكواسيون دو سيكوند ديجري، راح يطلع هيك. ماشي؟ لكن طلع عندك هذا الشيء، شو بتجي بتعمل؟ بتحط بس تكبس عليها لهي، يعني بس تحط مود 5 تروار، بتحط الفالور للآ اللي عندك اياه. هلا بنعطي اكزامبل، طبعا الآ والبي والسي بيكون عندكم اياهم. بتحط A إيكال، ماشي؟ هلا نعطي إكزامبل، بس تحط A إيكال بياخدك هو لحاله على البي، ترجع بتقول له بي إيكال، بياخدك هو لحاله على السي، ترجع بتقول له سي إيكال. بس تخلص هو ثلاثة بترجع بتعمل إيكال، هيدي الإيكال بتعطيك الرسين الأولى، يعني إكس A. هي بتعطيك اياها، ماشي؟ وبترجع بتعمل ايجال ثاني، هاي اللي بتعطيك الرسين الثاني اكس بي. اوكي؟ يعني عاد ما فينا هون هيك شرحناها، ما عندي هيك وبيمشي الحال. طبعا عم نحكي نحن عن الكالكولاتريس يلي هي هيدي البرمديه مود 570، هيدي شكلها او 991. في كمان كلاس ويز، حدا معه الكلاس ويز؟ هيدي البيضه. انا البيضه. اوكي، البيضه بس تحط المود للايكويشن في محل مكتوب اوب تي تي ان اوبشن، هونيك بتفوت بظن الداتا. ماشي، ما حاطين لي سيمولتينيوس ايكويشن وبولينوم. انت بتحط على الايكويشن، ايه فت على الايكويشن. انا بس فت على الايكويشن الداتا، طريقه تفويتته هون بظن بتفوت على الاوبشن مطرح مكتوب او بي تي ان، هونيك بتدخل الداتا. خليني ارجع اشوفها برجع ابعث لك اياها، او انت يعني بعطي الصوره بعطيك. اوكي، بس بتنحل يعني، ما تعتبرها سهل، ما صعب، بس انه بنفس المنطق يعني. بيطلع عندنا الا بي سي، وبيطلع عندنا اكس ان ايجال اكس دو ايجال. طيب هلا اذا بدنا نعطي نحن مثلا هلا هون اكزامبل عليهم، مثلا خلينا نحط دو اكس. طيب لحظة بس لعمل ستوب شير، برجع عامل شير. طيب إذا عندنا هون مثلا دو إكس أو كاري موا تروا إكس بلس أن إيكال أ زيرو، كيف نستخدم الكالكولاتريس؟ نبلش. استاذ مرحبا، كيفك؟ استاذ اكس ام تطلع ام الاكس دو ادمير. في صدى صوت واعملوا لي ميوت قبل المعروف. طيب اول شيء تعملوا مثل ما قلنا هون مود 5 3، بس تحط مود 5 3 بيطلع لك شكل الايكواسيون. انت بتبلش تدخل الفالور الا، هون شو هي؟ هون محل الا شو بنحط احنا هلا؟
دو دو إيجال. ترجع البي شوية هون عنا يا بالإكواسيون موا تروا، انتبهوا مش تروا والسي هي مش تروا هي اوكي بس تعملوا ترجعوا إيجال هذا السهم هذا من عندنا بس تعملوا إيجال هو طلعت الإكس الرسين حيعطيكم إياها وتاني رسين و إكس دو إدمي سيور دو اوكي هو لحاله بعطيه غيرين هون إكس آن إيجال آن إكس دو إيجال عندنا اتفقنا؟ طيب هلأ بحال كانت رسين دوبل بيعطيك يون هن زيتهم يعني بيعطيك إكس آن مثلا إيجال دو إكس دو إيجال دو هي زيتهم بحال بادو رسين انتبهوا مني حال إذا دخلتوا إيكواسيون دو سيكوند دغري ما فيها رسين يعني مثلا إذا جينا أخذنا هلأ نحن تروا إكس أوكاري اوكي بلوس او اي بلوس 2 اكس وحطينا هون بلوس 4 ايجال صفر هيدي الايكواسيون الثانيه اللي شفتوها هلا اذا بتدخلوا الداتا على اساس 3 ايجال بعدين 2 ايجال بعدين 4 ايجال هو ما بيعطيك بادراسين هو بيعطيك ببين معك رقم زائد شيء في نمبر اي هيدا معناتها انه هو نمبر ايماجينير كومبلكس نحن عم نشتغل طلعت اي يعني هي معناتها ارجتي ما لنا عليها هو الكالكولاتريس ما بيعترف بارجتي لانه الكالكولاتريس بيعمل ريزولدر للايكواسيون اوكي كل الانصاب نحن عم نشتغل دون ار لما بيعطيك شكل رقم بيطلع شكله هيك رقم زائد شيء هيك اوقات بيعطي سهم اذا كان بالسمال في نمبر اي معناتها هيدا ارجتي يعني هيدا مش بالار يعني هون كانه بادو سوليوشن يعني بس تدخل اول الداتا هون بيعطيك شيء في اي معناتها بقاضي السوليسيون يعني هي مثل كأن الدلتا بتاعتها بتكون نيجاتيف اتفقنا؟ بكرة نحن خلال الدرس هنخبركم بكرة بالساعة أوكي امتى نحن بحق لنا نستعمل ديركتومون كالكاتريس أوكي؟ يعني حسب أنا سؤالي كيف بيكون بأي نوع أسئلة بحق لكم أوام تحطوا دابريلا كالكاتريس بس بتقولوا دابريلا كالكاتريس يعني أوام فيك تقول مثلا إذا عندك هاي بتقول له أوام دونك إكس آن إيجال آن إكس دو إيجال أن دمي دابريلا كالكاتريس فتقول هاي اوكي طبعا اوكي يعني باول تيست اكيد لا بس لبعدين بكره بس نبلش بدروس الثانيه وحتى بهذا الدرس يعني باكواسيونات معينه اذا انا سمحت لك بقول لك بكره بخبركم تفاصيل انا بهمني اليوم تكونوا هذا الاوبجكتيف انه كيف نستخدم كالكولاتريس لنجيب دراسي اتفقنا بس اذا فيك تشوف لي لو سمحت كرمال الكالكولاتريس البايضه الكلاس ويز لو سمحت طيب هلا برجع عليك بشوف لك شي فيديو مين انت مين معك سمير جميل اوكي شوف لك شي فيديو برجع وببعث لك اياه بكون هي مش صعبه اوكي لو سمحت في اذا ما قبشت عليها بتفوت على الاوبشن مده شيء سهل يعني بس اوكي برجع على كل الاحوال اوكي 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 يلا جربوها لكن فيكم تتصلوا فيه عند الكوستونات اللي حكيناهم وتجربوها على الفيس وتاكدوا انه شغلكم صح اوكي استاذ ميرسي اوكي استاذ ميرسي والدفار وصلكم على الجروب اوكي ميرسي ميرسي استاذ باي باي اوكي باي.